هذا وقد رصدت الكاميرا التلفزيون المصري في عدد من المحافظات آراء وتوقعات الجماهير حول مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. كلنا مترقبين بإذن الله تعالى إن شاء الله أن النتيجة تكون أحسن بإذن الله، حتى لو 1-0 بإذن الله، يعني هو توقعاتنا. تمنياتي إن شاء الله أتمنى فوز المنتخب المصري 1-0 ان شاء الله، واللي يجيب الهدف ان شاء الله محمد صلاح. اتوقع ان شاء الله فوز المنتخب المصري على منتخب السنغال 2-0، وان شاء الله اتوقع يعني صلاح يعني يجيب جول، أفشه يجيب جول. اداء المنتخب كان اكتر من رائع في الماتش اللي فات. نتوقع باذن الله فوز المنتخب المصري على المنتخب السنغالي 2-0 باذن الله، وزي ما كسبناه مع ارضنا نكسب على ارضهم باذن الله. ونتوقع الجمهور المصري يتوقع من محمد صلاح ان يقود المنتخب للفوز، ونتوقع ان شاء الله فوز منتخب مصر 2-1 في السنغال، ويحرز الاهداف كابتن محمد صلاح وكابتن مصطفى محمد، وان شاء الله هيبقى المره الثانيه على التوالي في الصعود، وهيبقى الرابعه في تاريخنا ان شاء الله في مصر. ومصر في اليوم ده هيبقى يوم عالمي بالنسبه للمصريين، وهتبقى فرحه كبيره. توقعات الماتش ان شاء الله مصر تكسب السنغال بنتيجه كويسه، نقدر نصعد، ونقدر حتى الماتش اللي عندهم هناك نعمل نتيجه ايجابيه، وان شاء الله الفوز لمصر، وانا اتمنى الفوز لمصر. تمنياتنا طبعا للفريق المصري ان شاء الله بالتوفيق في مباراه العوده اللي في السنغال، وان شاء الله يكون مباراه جيده للمنتخب المصري. وطبعا توقعاتنا ان شاء الله باذن الله لهذه المباراه التعادل السلبي، وان شاء الله الصعود الى كاس العالم في قطر باذن الله. باذن الله مصر النهارده تكسب ونحقق الفوز ونصعد لكاس العالم، وباذن الله محمد صلاح يجيب جول، وبالتوفيق لكل الجماهير المصريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله منتخب مصر النهارده يفرحنا، الشعب دوت محتاج يفرح، وداخلين على ايام كريمه، فان شاء الله باذن الله اللعيبه دي لعيبه رجاله ويقدوا ماتش كويس وماتش قوي، ويشرفونا ان شاء الله النهارده عشان يروحوا كاس العالم ويشرفونا برضو هناك. انا بتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله نظهر بمستوى قوي جدا ونلعب بنزعه هجوميه ان شاء الله، وابطال مصر ان شاء الله يشرفونا ان شاء الله، ونبقى بنمثل مصر في قطر 2022. متوقعين مباراه قويه جدا باذن الله مع السنغال في مباراه العوده. الحمد لله تقريبا قطعنا 50% من الشوط، وهو الفوز على السنغال في مباراه الذهاب هنا في مصر 1-0. كنا رجاله، كان عندنا لعيبه قويه جدا، كان عندنا فكر كويس جدا، كان لعيبه عندنا لعيبه جداد انضموا للمنتخب ادوا اداء كويس. ان شاء الله طبعا مصر لمصر ان شاء الله باذن الله، والمنتخب يكون في المونديال باذن الله. ان شاء الله المنتخب بالروح والرجوله ان شاء الله نكسب النهارده ان شاء الله. المتوقع 2-0 باذن الله.